بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الأخيرة في سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ثم قال: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على هذه الآيات من آخر سورة الأنفال، من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قلنا إن، أو قال الشيخ رحمه الله، إن هذه في المهاجرين والأنصار، أن بعضهم أولياء بعض في النصرة وفي المحبة وفي المواريث وحتى في تولي الجنائز. فالمسلمون يتولون جنازة أخيهم المسلم، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين ويدعون له ويترحمون عليه ويستغفرون له. والكافر يتولاه الكفار ولا يتولاه المسلمون إذا مات، يستلمه الكفار ويدفنونه في غير مقابر المسلمين. فالله جل وعلا فرق بين المسلمين والكفار في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا في الموالاة والمناصرة وفي الموت والجنائز، جنازة المسلم يتولاها المسلمون وجنازة الكافر يتولاها الكفار. وفي المقابر في البرزخ، حتى في البرزخ فصل الله بين المسلمين والكفار، فالمسلمون يدفنون في مقابر المسلمين مع إخوانهم، والكفار يدفنون مع الكفار مع إخوانهم من الكفار. وفي الآخرة المؤمنون في الجنة والكفار في النار. فإذن الله مايز بين المسلمين والكفار في الدنيا والآخرة. وأما كونهم كلهم من بني آدم أو الإخوة في الإنسانية أو ما نحو ذلك، هذه لا قيمة لها مع الكفر. فالأخوة إنما هي في الإيمان. وأما فليس هناك أخوة بين مسلم وكافر أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختم هذه الآيات بقوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم والذين آمنوا من بعد يعني من بعد المهاجرين والأنصار وجاهدوا فأولئك منكم، يعني هذا من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فهم كلهم حكمهم حكم المهاجرين والأنصار في أن بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والكفار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في المواريث. فالمسلمون يرثون المسلم والكفار يرثون الكافر ولا توارث بينهم. وكانت هذه الآية ناسخة
للإرث للإرث بالموالاة والمجاورة كما كان في الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد حقيقة. نعم. فهذان الوصفان: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الإيمان والجهاد والهجرة. والأصل هو الإيمان، هو أصل الأعمال. الجهاد والهجرة تابعان من الإيمان، هما من الإيمان، لأن الأعمال تدخل في حقيقة الإيمان. فهذان الوصفان باقيان إلى أن تقوم الساعة. من جمع بينهما حقيقة فإنه هو المسلم حقا، فإن كان قد أكمل هذين الوصفين فهو مؤمن الإيمان الكامل، وإن كان نقص من هذين شيئا فإنه مؤمن ناقص الإيمان، وإن كان فقدهما نهائيا فليس من أهل الإيمان. نعم. وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. نعم. هذه من سورة المائدة. نعم. مع الآيات السابقة قال سبحانه: إنما وليكم الله. لما نهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى بيّن من يوالون، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمنون يتولون الله بالمحبة والعبادة والطاعة ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، ويتولون الرسول بالمحبة والطاعة والاتباع والاقتداء، ويتولون المؤمنين بالمحبة والمناصرة والمعاضدة والتعاون. هؤلاء هم الذين يتولى بعضهم بعضا، وحتى كما ذكرنا حتى في الجنائز المؤمنون يتولون جنازة المؤمن. وما أحسن ما شرع الإسلام في حق الميت المسلم، كما ذكر ابن القيم أنه شرع في حق المؤمن الميت أحسن ما الشرائع، في أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يجتمع المسلمون ويصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه، ثم يدفنونه مع إخوانه أموات المسلمين، ثم يزورونه بعد ذلك، ما تنقطع موالاتهم له، بل يزورونه في قبره ويدعون له، أو يدعون له حتى وإن كانوا بعيدين عن قبره. فالحاصل أن ولاية المؤمنين للمؤمنين مرتبطة لا تنفك أبدا في الدنيا والآخرة. وهذا من كمال هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الذين آمنوا من هم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر ركنين من أركان الإسلام، لأنهما أهم أركان الإسلام العملية، والصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يكثرون من الركوع، عبر عن الصلاة بالركوع، لأن الركوع هو أعظم أركانها. أعظم أركان الصلاة هو الركوع والسجود. نعم. فعبر عن الصلاة بالركوع وهم راكعون. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء من يتولى الله ورسوله، فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله
هم الغالبون، سماهم حزبه كما قال في آخر سورة المجادلة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس على حزبين، إما حزب الله وإما حزب الشيطان، ولهذا قال قبل هذا: أولئك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون، وحزب الله هم المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله. فالإنسان لا يعدو، إما أن يكون من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان، من حزب الشيطان. فلينظر الإنسان لنفسه مع أي الحزبين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. نعم، الموالاة والمحادة، وإن كانت الموالاة والموادة، والموادة وإن كانت في القلب. نعم، يعني الأصل أنها في القلب، الموالاة والموادة. لكن الموالاة بالعمل أشد، في أن يناصرهم أو أن يكون معهم أو أن ينحاز معهم ضد المسلمين أو يعينهم على المسلمين، هذه أشد. نعم، قال: لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين، ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة. نعم، هذا عود على ما ألف الكتاب من أجله، وهو اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، عود على التشبه بهم، موضوع الكتاب. اي نعم، فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على موافقتهم في الباطن ومحبتهم في الباطن، لأن بعض الناس قد يتساهل ويقول: أنا أوافقهم في الظاهر فقط، وإلا أنا في قلبي لا أحبهم ولا أتولاهم. وهذا الله أعلم بحقيقته. إن كان يتولاهم في الظاهر مع بغضهم في الباطن فهو عاصٍ لله عز وجل. وإن كان أنه كذاب في قوله أنه يتولاهم في الظاهر دون الباطن، وإنما يتولاهم في الباطن أيضا، فهذا قد يكون كافرا. نعم، قال: مع أنها، أي المشاركة في الظاهر، تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. نعم، ولهذا يعني تقرير أن التشبه بهم في الظاهر يدل على موافقتهم ومحبتهم في القلب، هذا أمر مؤكد، ولهذا الله جل وعلا نهى عن التشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم لأجل أن لا تتعلق القلوب بأعداء الله ويكون فيها ميل إليهم. فهذا من باب سد الذرائع. والإنسان إذا تشبه بناس فإنه يميل إليهم، لا شك، إما أن يكون ميلا كثيرا وإما أن يكون ميلا قليلا. وإذا لم يتشبه بهم فإنه لا يميل إليهم. فالتشبه هو علامة الميل وعلامة الركون إليهم. الله جل وعلا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والميل هو الركون، والركون هو الميل وإن قل. فالمؤمن يعتز بدينه ويفتخر بقيمته ولا يتنازل عن كرامته، لأن الله رفعه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يهين نفسه ويتنازل إلى أعداء الله، وبل عليه أن يتميز بشخصيته الدينية الإسلامية.
ولسنا بهذا نقول أنه تجب مقاطعة الكفار من كل النواحي، وإنما هو من النواحي الدينية والنواحي نواحي العبادة. وأما نواحي التعامل المباح بالبيع والشراء والمعاهدات وعقد الذمة وقبول الرسائل والرسل منهم والتفاوض معهم، فهذا لا ليس ممنوعا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة، فهذا شيء والموالاة شيء آخر، لأن بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، فالمتشددون يخلطون بين المحبة في القلوب والموالاة وبين التعامل المباح، ويقولون كله حرام ولا يجوز، والمتساهلون يقولون كل واحد ما دام نتعامل معهم في الدنيا نتعامل معهم في أمور العبادات والأشياء هذه، أنه هذا تساهل وإفراط وتفريط، والأول إفراط وغلو، والواجب الفرق بين المسألتين. مسألة الموالاة هذه محرمة، نعم، مسألة التعامل هذه مباحة. نعم، السلام عليكم. قال: كانوا يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات، فروى الإمام أحمد فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. قلنا إن التعامل معهم فيما أباح الله لا بأس به، وليس هذا من الموالاة، ولكن لا نمكنهم من أسرار المسلمين، ونوليهم الوظائف ويكونون رؤساء على المسلمين في الدوائر وأمور الدولة، بل نبعدهم عن أسرارنا وعن قياداتنا، لأن الله جل وعلا حذرنا من ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا، يعني أنهم لا يقصرون في الإضرار بكم مهما استطاعوا، ويغشونكم ويطلعون على أسراركم ويبنون عليها الكيد لكم، فهم وإن عملوا عند المسلمين إذا احتاجوا إليهم، لكن يكونون بعيدين عن القيادات وعن أسرار المسلمين. فيجب الفهم لهذه المسألة، وهذا هو الذي أنكره عمر رضي الله عنه على هذا الصحابي الجليل الذي اتخذ كاتبا نصرانيا، فإنه أنكر عليه توليته الكتابة، لأن كاتب الإنسان يطلع على أسراره، لا سيما إذا كان مسؤولا وكبيرا في الدولة، فإن هذا الكافر يطلع على أسرار المسلمين. نعم، تعيد القصة. قال: روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أنكر عليه أمير المؤمنين. نعم. قال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم. اعتبر عمر رضي الله عنه توظيفه من الولاية، من الولاية الداخلة في قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي الآية التي تلوناها: لا تتخذوا بطانة من دونكم. نعم. قال: ألا اتخذت حنيفا؟ حنيفا يعني مسلما. نعم. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا، لي كتابته. وهذا تأويل أبي موسى رضي الله عنه، يقول: إني لي كتابته، لكن لم يفطر رضي الله عنه إلى اطلاعه على الأسرار وخيانته وعدم أمانته، وإنما نظر إلى جودة كتابته وجودة عمله، وهذا ما يدندن به كثير من
الجهال يقولون إننا نشوفهم يتقنون الصناعة ويتقنون الأشياء، فنقول ما دام في المسلمين من يحسن العمل هذا فلا يجوز أنك تأتي بالكافر وتوليه مهام المسلمين. نعم. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، حين قال لي كتابته وله دينه، قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. نعم، لأن جعله كاتبا هذا اتخاذ بطانة ورفعة له، لا شك رفعة له، لا سيما إذا كان عند مسؤول من المسؤولين وقيادي من القياديين من المسلمين، إن هذا فيه رفع للكافر وإعزاز له على المسلمين. نعم. وحتى إن كان في العمالات الدنية، يعني العمالات التي المنفصلة عن الأسرار والقيادات إذا احتيج إليها لا بأس. نعم. يا شيخ، بعض الناس قد ينفلت في هذا تبع لهواه ويكون استجلب عمالا كفارا، ربما يتفلت بكلام خطير، هم أحسن أفضل، فينسى أن في التفضيل مطلق للكفار على المسلمين، أحسن مواعيد أحسن عمل أحسن، جبنا مسلمين ما سروا، الذي يمدح حكم هالكلام، الذي يمدح الكفار مطلقا ويذم المسلمين مطلقا ويذم المسلمين، هذا عليه خوف من الردة، نسأل الله العافية، عليه أن يتقي الله سبحانه. فالمسلم خير من الكافر مهما كان، ولو كان ضعيف الإيمان ولو كان فاسقا هو خير من الكافر مهما كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ولما دل عليه معنى الكتاب، نعم، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. إيه نعم، لما نهى الله جل وعلا عن موالاة اليهود والنصارى وموالاة الكفار عموما جاءت السنة أيضا بهذا، وجاء عمل الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به الكتاب من عدم موالاة الكفار. نعم. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم حتى في لون الشعر، لما كان اليهود لا يصبغون يعني لا يصبغون الشيب ولا يغيرون الشيب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بتغيير الشيب وذلك بصبغه في غير السواد، قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، وهذا الأمر فسره العلماء بأنه أمر استحباب، وأن عدم صبغ الشيب مكروه وليس محرما، بدليل أن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أنهم فهموا أن هذا الأمر أمر استحباب وأن النهي عن عدم صبغه إنما هو كراهة التنزيه. نعم. قال وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، ولذلك بقي بعض العلماء الربانيين لا يصبغون ولحاهم تلمع بياضا، لأنهم فهموا من الأمر أنه ليس للإلزام. نعم. قال لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع. يعني أن المخالفة لأهل الكتاب مطلوبة، سواء كانت المخالفة في هذه المسألة الصبغ بالشيب هل هي علة مفردة أو أنها بعض علة أو أنها علة أخرى، فالمطلوب حاصل على كلا على كل التقادير. نعم. قال لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى
أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له، ونحو ذلك. نعم، الأمر قد يكون أمرا عاما مثل وقر الشيخ أو وقر الكبير، يعني وقره بالكلام وبالفعل وبالاحترام. وأما إذا قال أطعمه فهذا أمر خاص. وعلى كل، فالمطلوب هو إجلال هذا الشخص، هو إجلال هذا الشخص، هذا في الأمر. وكذلك في النهي، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، خالفوهم لا يصبغون، فالصبغ اللي هو المصدر، نعم، ومنه الاشتقاق لا يصبغون، الصبغ أمر مقصود، أمر المخالفة فيه مقصود. مقصودة. فإذا كانوا لا يصبغون نخالفهم، ولو كانوا يصبغون خالفناهم فلا نصبغ. فالمقصود مخالفتهم وعمل ما يخالف عملهم، لئلا يجرنا التشبه بهم إلى موالاتهم في الباطن. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. تكرم بالشرح والبيان صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.